تنتظر السوق في اليابان طرح روبوت فريد من نوعه يدعى بيبر، حيث كشفت شركة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بانك عن هذا الروبوت في حدث نظم في العاصمة طوكيو. مطورو الروبوت يقولون ان بيبر يمكنه تفسير العواطف البشرية والتفاعل معها واظهار مشاعره التي يعبر عنها قلبه. وتأمل الشركة في إنتاج 1000 روبوت شهريا، حيث يكلف كل واحد منها نحو 1600 دولار. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.